السوق كاسا براطا والسوق دراد هو اللي فيه الاثمنه ناقصه شي حاجه. كنأكد لك الا وجدت الاثمنه ديال المحروقات راه لا د الفواكه ولا د الخضر ولا د الاسماك يعني اوتوماتيك ممكن تهاود الاثمنه. هنا كنقيلوا نهار شوشو الدبان فين هو دبع؟ ها سيدي صندوق السرد ان شاء الله بيع منه جوج كيلو. قبل اقبالا كنقول لك لا خرششنا شويه الحد والخميس بالحق من تم ليه كنجيو لهنا نعلفون وكل السلعه ونراقبوا ونمشيو بحالنا. متابعي موقع طنجه والاوفيه اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من اخبار السوق. حنا كنتواجدوا الان بسوق القرب كاسابراطا كيقولوا باللي فيه الاثمنه مزيانه وفيه كاليتي حتى هي مزيانه. خليكم معنا باش نشوفوا هادشي هذا كامل. اول حاجه غنشوفوها هي الاثمنه ديال الخضره شحال عامله في السوق كاسابراطا. خليكم معنا خايب الواحد عن ساقسك للاثمنه ديال الخضره هاد النهار. هاد الاثمنه هاد اليومين هادي الاثمنه مناسبه طاحت بزاف شي اثمنه مناسبه. فبحال بصل دابا كنا كنبيعوا 7 دراهم 6 دراهم، مطيشة كنا كنبيعوها 12 8 دراهم، رجعت 8 دراهم مطيشة، 8 دراهم مطيشة، بطاطا 3 دراهم، جعده ب 4، قرع ب 6 دراهم، فلفله ب 10. فلفله خضراء شحال كانت؟ فلفله كانت 18 دراهم. دابا شحال؟ طاحت 8 دراهم على فرنك دابا، وفلفله 8 دراهم دفرق طاح 8 دراهم دفرق، وفلفله صفراء وحمراء كانت 30 درهم دابا 20 درهم، طاحت 10 دراهم دفرق، وعلى حساب الخيار والدبنجال هذيك الاثمنه ديالهم بقات هي بحال الخيار 5 دراهم، دبنجال 5، ليمون 4 دراهم، فلفله حاره 8 دراهم، بطاطا حلوه 10 درهم. ماشي بزاف كنت صورت في السوق السواني، فلفل غاليه بزاف، مطيشه غاليه بزاف. لا هي كانت غاليه بزاف بالحق، كاين بعد منهم كيزيدوا الاسعار ديالها كيزيدوا فيها شي حاجه فهمتي. دابا بحال حنايا كنا مي كانت غاليه كنا كنبيعوها 15 درهم، كانت في برا السوق هذا كانت 18 درهم. شنو السبب؟ السبب ما كاينش موازنه بين الاثمنه ديال الخضاره، ما كايناش. نقدروا نقولوا المراقبه ما كايناش. المراقبه ما كايناش، بحال دابا يا خو كتبغي تهضر معاه على حساب الاثمنه كيقول لك انا كريم ماحل، انا ما نخلصش 5000 درهم ولا 6000 درهم ونبيع اثمنه السوق. حنا الاثمنه هنايا يعني فلوس دم ماحل غيخرجوا من الشاري. ضروري الشاري خاصو يخلص واحد مقدار 150 ولا درهم زياده. دابا حاليا دابا بطاطا 3 درهم، عاد خروج برا المحلات كاينه ب 4 درهم. مطيشه هنايا دابا حنايا عاملين لها ممتازه، راه هي ممتازه عاملين لها ب 8 درهم، باقا لحد الان 10 درهم برا المحلات. دابا حنايا كنبيعوا فلفله خضراء دابا حاليا 10 درهم، راه هي هاديك جبتها جديده 10 درهم عنبيها، باقا المحلات 14 درهم. 4 درهم 4 درهم 4 درهم ماشي بزاف، وعلى حسب المراقبه ما كايناش وبزاف الحاجات ما كايناش فيها مراقبه، بزاف عدد الحاجات هنايا عندنا هنايا ما كايناش مراقبه عليها. انا حاليا كنشوف الاسواق اللي مشيت لهم الاثمنه اللي مناسبه واللي طايحه هي اللي كاينه هنا في سوق كاسابراطا، وهو اللي شابر السوق كامل. السوق كاسابراطا والسوق دراد هو اللي فيه الاثمنه ناقصه شي حاجه، اما شي اسواق اخرين باقي ما كاملوش هذه الاثمنه هذه. كيف ما شفتوا معنا في الاول الاثمنه ديال الخضره، دابا غنشوفوا الاثمنه ديال الفروط. السلام عليكم. عليكم السلام. خي واش مبروك. الله يبارك فيك وشكرا ومرحبا بكم لعندنا للسوق. شكرا بارك الله فيك خي محمد. عن سقسك على الاثمنه ديال الفروطه هاد النهار. مرحبا خي. هذا بانان ديال كوستاريكا مالا برا كنبيعوه ب 15 درهم، وكاين منتوج محلي ديالنا ب 11. هذا نافيل ديال الماكله 5 درهم، السويله 9 درهم، كاينه هاد السويله اناناس 10 درهم، تفاح جراني سميث ديال الريجيم ديال الريجيم هذا ب 12، هذا ب 12، وهذا عاود كذلك ب 10. الافوكا دابا عامله 28 غلات شويه، هذا عاود ب 12 درهم. كاين لينكاس عامل 14 درهم، وكاين هذا كامل 18 درهم. يعني الاثمنه مقارنه نقول ديك 5 ايام ولا 6 ايام الاولى في رمضان كانت الاثمنه مرتفعه ومرتفعه بزاف مقارنه بدابا. حسب احنا مقارنه بالاسواق اللي مشينا ليهم كانت على حسب الاثمنه اللي قلتي لي دابا راه طاحت واحد شويه. لا طاحت وربما حتى حنا هنا في كاسابراطا عندنا واحد الامتياز هو احنا ما عندناش التكاليف بزاف، يعني وداك الشيء كينعكس على الاسعار. يعني ربما دابا الاثمنه اللي قلت لك هنا يعني تقدر تلقاها زايده، ماشي بزاف زايده واحد درهم او جوج في موطا اخر. شنو السبب؟ الدوله عطينا واحد الموطا اللي كنبيعوا فيه بدون مصاري. لا كرا لا والو. لا كرا لا حتى الضو ما كنخلصوش فيه التسعه هذه.
يعني الاسواق اللي اخرين نقدروا نقولوا حتى الكراو داكشي كي كيلعب دور اكيد الكراو الترونسبور ويعني كاين بزاف كاين هذه داخله في اطار المصاريف والتكاليف حتى هما كيرفعوا الثمن ديال المنتوج شويه يعني المصاريف والتكاليف ديال البائع كيزيد في الخضره والفروع اكيد راه الزبون هو اللي كيخلصها يعني الواحد ملي كيصرف شي مصاريف زايده على واحد المنتوج راه ماشي من الجيم ديالو بطبيعه الحال راه كيزيد الثمن باش كيسترجع المصاريف اللي صرف بالاضافه للمداخل اللي خصو يدخل حتى هو عاود ديالو ونتمنوا ان شاء الله الاثمنه تعود وكذلك كنتمنوا حتى الاثمنه المحروقه تعود لان هي القاطره اللي كتجر كلشي حيت راه شوف كنأكد لك الا وجدت الاثمنه ديال المحروقات راه لا لهاد الفواكه ولا هاد الخضر ولا هاد الاسماك يعني اوتوماتيك ممكن تعاود الاثمنه يعني الحمد لله كاين اقبال على فروطها في هاد الشهر لا كاين اقبال كاين حاجات اللي كيديو بزاف افوكا لافوكا والتين العصير البنان كذلك وهادشي كامل كيتمشى ولكن الحاجه اللي كتدخل في العواصر اللي كتمشى بزاف عندنا السردين اخاو عامل 14 درهم عندنا الشطون عامل 95 درهم المهم الاثمنه ديال الحوس كامله طالعه من مرضي اخا كامبا شحال؟ كامبا هي 70 درهم لو بغيتي كامبا كاين هذا الحوس هذا بايطا عاوسان هي هذه كنا كنشريوها ب 20 درهم دابا كتعمل 35 درهم عاوسان هذه ب 20 درهم هي كتعمل 40 درهم من مرضي اخا المهم كلشي طالع هذا عاوسان ب 20 درهم اليوم عامل 30 درهم الشرا 2000 هو عاوسان شرا 40000 35000 الكيلو شحال؟ كيلو 20 درهم 18 المهم ما كيتحش على 20 18 هنا كنقيلوا نهار نشوشوا الدبان فين هو الدبان ها سيدا صندوق السرد ان شاء الله بيع منه جوج كيلو يعني صندوق شاسر. واحد باقي صندوق واحد حتى المغرب ولا حتى كتسالي عاوتاني تن... فهمتيني اما النص ديالو كتسيبوه ولا كتهرقوه المهم ما كايناش يتباع بالنسبه للمواطن اللي كتجي كتقول له مثلا هذا 45 درهم ولا 40 درهم كيمشي بحاله بوبراني اش غيعمل الله يسهل مصعب اخا امين مرضي لعب. شكرا ودابا عندوز نشوفوا الاثمنه ديال الدجاج شحال عامل خليكم معنا السلام عليكم خي عبد الحق وعليكم السلام عواش مبروك الله يبارك فيك رحم والديك خي عبد الحق غنسقسك على الاثمنه ديال الجداد الرومي وبلدي شحال ودابا الدجاج الرومي 20 درهم ما كيحيدش من 20 21 والسلوك ديالو ضعيف دابا هنايا الخدمه السوق والخميس والحد دابا حنا كها السلعه كنوكلوها ونشربوها الدجاج 70 درهم البلدي الدجاج 70 65 ما كايناش بنادم دابا واخا كيبغيها هو دابا نهار السوق واخا نهار السوق بنادم ما كيشريش البلدي ما خرجش 17 18 باش كنحطوه كتبيعو ب 20 21 ما كاين والو بنادم دابا السوق ما كايناش والاقبال كاين الاقبال على الجداد ما كاين اقبال كنقول لك لا خرجنا شويه الحد والخميس بالحق من تم ليه كنجيو لهنا نعلفو وكل السلعه ونراقبو ونمشيو بحالنا شي حاجه ولا تقول زعما شي حاجه راه ما كاين والو قضي الغرض وصافي دابا حنا هنا ب 20 هو راهم برا ب 21 درهم علاش كيحصلوا دوك الحبات على هذيك الدرهم اللي طايحه كيحصل بنادم اللي خصو يطيح درهم وكي لو ما طيح درهم وسبع شي حاجه ولا غتبقى هنايا كيقول لك انا حدا الضرب ب 21 وعلاش كيقول لك انايا دابا كطيح هذيك الدرهم كتبيعو ب 20 على حسب راه برا زايد درهم جوج كاين بنادم اللي كيمشي راه عارف في رمضان نتوما كتزاد عندكم الاثمنه ولا كتبقى الاثمنه دائما فحال بالنسبه للزيت هم فيكسي الثمن واحد كيتبقى تقرب الصيف عاد كيبقى يزيد الثمن شويه فهمت ولكن حنا كنبيعوا ثمن عام كامل ثمن واحد يعني كما كيدخل العام مثلا الزيتون جديد كنبقاو ماشيين بديك السيستم كامل بحال رمضان بحال ماشي رمضان بحال 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 مثلا بالنسبه للزيتون والسالم فهمت كاين شي اقبال للزيتون في رمضان شي بركه قليله وصافي فهمتي انا كتعرف دابا سخسك تيلا كتاكل الزيتون صراحه ما كان لكم شي زيتون في رمضان واخا قلنا على الاثمنه مثلا حاجه كل حاجه كاينه زيتون بلدي بلا سودا كيعمل 14 درهم كاينه هذا رومي كيعمل 16 درهم كاينه هذيك الترميله مخلط بالخضره والمسائل ديالو كيعمل 14 درهم كاينه هذا معشب كاينه مخلط كاينه بوحدو كيعمل 16 درهم كاينه بيات هذا بالعظم 13 درهم كاينه بالعظم 16 درهم كاينه هذا الرونديل هذا كيقولوا الرونديل هو مقطع بحال فهمتي هذا كيعمل 20 درهم ابيض 16 درهم ليمون رومي 10 درهم ليمون بلدي 14 درهم هاد العيبات هذه كتعمل 10 درهم يا خضره يا حمراء هذا مثلا الزيتون اللي كيديوه الناس بزاف في رمضان دابا في رمضان كي مثلا كيديو الزيتون بيات والسالم مثلا مقطع داكشي اللي كيعمروا به داكشي بريوات وداكشي هذاك هما اللي كيخرج دابا شويه فهمتي يعني الزيتون بيض كيكون عليه اقبال في رمضان شي حاجه خليه شي حاجه كيكون خسر احسن من دائما فهمتي اللهم يسر اللهم امن عوش مبروك شكرا بزاف بارك الله فيك الله يرحم والديك الى حد الساعه السوق اللي جبرنا فيه الاثمنه مناسبه وفيه الجوده مزيانه هو سوق القرب كسبراطة خصو حاجه وحده غير كليان يجي نطلقوا فيديو جديد وسوق جديد ان شاء الله السلام عليكم
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.